نعم، ممكن انه نشهد الايام القادمه انه اذا استمر هذا القصف، طبعا وهنالك تحذيرات امريكيه، يعني قبل يومين اتصل يعني بايدن بالرئيس الوزراء العراقي نعم وبلغ انه يجب عليكم الالتزام باتفاقيه الاطار الاستراتيجي. يعني اليوم هذا قصف هذه القواعد، نعم سوف يكون هنالك رد، وقد يكون في العراق وقد يكون خارج العراق. من الممكن ان يكون انه هذه الفصائل اليوم منتشره واذرعها تضرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان. لكن اؤكد لك الى نقطه جدا مهمه، انه الجانب الروسي ايضا متدخل وله علاقه، بالاضافه للجانب الايراني. الجانب نعم الايراني يبحث عن مصالحه ويريد الحفاظ على مصالحه، لذلك يضغط على ايران في العراق وسوريا ولبنان. لكن ما دور الحكومه العراقيه اليوم؟ دور الحكومه العراقيه ضعيف، يعني حتى احنا شفنا يعني القوات الامنيه وانتشارها نعم يعني على مستوى يعني اقل كفاءه من الفصائل. اليوم الفصائل ماسكه الشريط الحدودي غرب العراق، ماسكه مناطق غرب العراق، نشوف اكو يعني نقل للاسلحه من الجانب الايراني من العراق الى سوريا الى لبنان. لاحظنا ان هنالك يعني قيادات تتبع للحشد الشعبي متواجدين في لبنان ويهددون طيب الجانب الامريكي، الجانب الاسرائيلي يعني.